كفينا ببقية فقرات صباحنا غير سمر لوين. هلأ أكيد سالي لآخر فقرة لليوم عن صناعة الإكسسوار لكل صبية بتحب تعرف عنها أكثر، وممكن تتعلمها كل صبية لحالها بالوقت نفسه. في قطع بتتطلب فن وإبداع مع سمية مارديني. يسعد صباحك يا سمية، كيفك اليوم؟ تمام، كيفكن؟ تمام الحمد لله. صباحك ورد سمية. يعني هلأ فردنا على الطاولة هدول الأشياء الحلوة. نحن كان لنا لقاءات سابقة، حكينا عن الشغل يلي عم تشتغلي، أساور، أطواق، لكل صبية بتحب تشوف هيدي الأمور. شو جديدك؟ لك هدول اللون الجديدك يا سمية، لك هاللون الفيروزي، ما اشمله. انت دغري لحالك اجيتي على الجديد. هلا المودة سالي لون الفيروزي والازرق. لك يا سمار، ما هذا بينبق مع قميصك سمار؟ تمام، كثير حلو. هو كثير دارج اللون الفيروزي، الحجر الفيروز كثير دارج، حجر القمر اللي حكينا عليه سابقا اللي بيضوي، الاحجار الكريمه بشكل عام، يعني كل شيء له علاقه بحجر طبيعي جاي من الطبيعه. هلا هاي الامور كثير هلا دارجه، بالاضافه لموضوع بيقولوا الاحجار والمعدن انه عم تخلطوهم مع بعضهم هلا موضه 2019. تمام. وعنا اللي فيه بيجي لها شبشيل، هلا هاي القصص كثير موضه كمان. هاي موضه، هاي كمان حلوه كثير. مزبوط. وفي البومه والفراشات والقصص والقلب اللي عليه بقلبه بيقولوا حجر معدن، شو رايك فيهم؟ هلا كثير دارجه البومه وما زالت ورح تضل، وما حدا عم ياخذ محلها. ما حدا ما حدا عم يقدر ياخذ محلها. يعني حاول الفيل ياخذ محل البومه بس ما قدر. سمر لكي ساتون هي القصه الدارجه. لكي هذا الطوق، ما بعرف هلا اذا رح نقرب شوي عليه. الكاميرا اخذته الكاميرا. هذا الطوق مميز. لكي دائما هذا الطوق، فكره هذا الطوق كمان كثير كمان. طيب برج الميزان ايش بتعملي؟ الميزان اكيد بده يحب حاطه من شغلك كمان. تحكينا شوي عن اللون الفيروزي وحجر الفيروز ايضا، خلينا نحكي شوي. طيب هلا قبل بس هلا هذا نفس مبدا يلي انا حاططه، ما بعرف اذا مبين على الكاميرا. تمام. بس انا يلي جيت حطيته انا طولته بحكم انه في حجاب وهالقصص. تمام. هي للمرأة المحجبة. تمام، عملت الطول يناسب يعني الموضوع الحجاب. هلا هاد جاي مثلا قد الرقبه بيجي. كمان يعني هي القصص كثير دارجه الموضه الشرقيه. الحجر الفيروز كثير موضه يلي هو هاد. تمام. هلا شوفي هاد مبدا للفيروزي اللي كنا خليني اجربه كنستي. جربي. تمام. هلا في الموديل الثاني للحجر الفيروزي كمان كثير رائع. هلا انت حلو كثير هذا كثير يلي بايدي. هلا شوفي هاد هلا كثير موضه مبين. تمام. الحجر الفيروزي بس هلا هدول اللي الشغلات الناعمين اللي فيه مو الماس، زيركون. هلا كثير دارج. شوفي شو حلو. سمية، اذا بدنا نعرف انه اختيار نوع الاكسسوار قديش مهم لحسب نوع المناسبه، شو بتنصحي؟ شو في عندك خيارات للمناسبات للاطلاله العاديه طبعا، واذا في اطلاله مسائيه او حفله في عندك خيارات تفرجينا اياهم؟ هلا اذا كنتي رايحه على حفله فانت حتحطي اكسسوار واضح. تمام. او كثير ناعم، يعني عندك خيارين حسب الفستان او البلوز او الشيء اللي انت لابستي. هلا هون بيلعب دور، يعني هون القصه اللي عندنا اياها بتلعب دور. اما اذا كنت طالعه كل يوم فهذا موضوع عادي، كمان طريقه اللبس هي اللي بتحكم بهذا الشيء. هلا مثلا حفله عندي هيك شيء اذا على فستان، انا هذا كثير حاببته. واو، رائع عن جد، كثير حلو. هذا بتحسيه اذا مثلا هلا عم تصوره الكاميرا بجوز المشاهدين يشوفوه انه هو قماش، بس هو ما له قماش، هذا معدن. هلا هيك مع فستان اسود ساده رائع، يعني كثير حلو كثير بيعطي اطلاله كثير مميزه بكحله. تمام. مثل ما بيقولوا. طيب يمكن نحن عم نشوف هلا معروضين هيك بشكلهم الجميل الرائع، ولكن سمية هي اللي شاغلتهم، حابين نشتغل هلا شيء؟ اذا بنقدر نشتغل هيك شيء؟ نقدر نشتغل شيء. يلا حنشتغل مع بعض. تشتغلي معي؟ ما رح اعرف، ما حتعرفي. المره الجاي حجيب لك شغله سهله تشتغليها. هلا انا شاغله نص الطوق. تمام. لانه صعب اني انا هدول طبقهم هون، يعني هذا كثير بياخذ وقت لحتى يتطبق لانه هي قطع قطع. اي الكاميرا. تمام. اوكي. هلا شايفه هي كثير قطع قطع، يعني قطع قطع صغار كثير، فهنا مطبقين كل وحده لحال. طيب هلا انا هون ما خالص الطوق، هون احنا عندنا السنسالو وعندنا قصص كمان بدنا نطبقها معه. طبعا قبل ما اشتغل اي شيء فانا لازم اقرر موديل. تمام.
يعني انا هون عندي موديل لازم انا اجي قرر هذا الموديل وبعد منه طيب تصاميمك بتعتمدي على الخط الدارج ولا بفكره بتخلق عندك؟ بشو بتعتمدي بتصاميمك سمية؟ هلا اكيد انا على الخط الدارج لانه محكمه بسوق بدي اشتري منه مواد اوليه، يعني هون كثير يعني في احيانا بتخطر كثير ببالي افكار، بس مثلا بنزل على السوق لحتى اجيب شيء بشبهها ما بلاقي هيك شيء، فخلص باجلها، بس بيجي وقتها يعني مع الوقت بترجع تمشي يعني دارج. يعني فكرتك حتمشي حتمشي لو هلا او بعدين. دارج محكمه فيه لانه انا عندي سوق، يعني السوق هو يلي بدي اشتري منه لهيك، بس في كثير موديلات بتخطر ببالي انا يعني مثل هذا، هلا هذا لسه يعني ما حدا اشتغله ولا له يعني ولا دارج، بس انا الفكره حبيتها وطبقتها. بيبقى لانه انه فكرتك هي حتبقى قطعتك مميزه سمية، هذا يعني مثلا شو القمر دارج، انا اشتغلته لانه دارج، بس اشتغلتيه بعين سمية وبذوق سمية حيكون مختلف عن السوق. هي اكيد هي الفكره تماما. بالشوارب سمية، الشوارب كثير شوارب داشي. واو مستاج كثير حلوين هدول، موضه اخر موضه كثير موضه. هلا سالي شو اكثر شيء لفت لك نظرك بالموجودين؟ بس لحظه، هلا نحن طبقنا كلهم سمر، جعبالي هيك امسكهم هيك كلهم حطهم عندي بالغرفه. كل يوم بتطبقي. طبقنا هلا سالي، يعني انا صار عندي الطوق بهالطريقه هي تمام، بس هو لسه ما له كامل. هلا فيني انا اتركه هيك يعني، هلا هو هيك كثير حلو هلا، بس انا لانه دارج الشبشيل كثير فانا قررت اني احط شبشيل. هلا في عنا الحلقه بدنا نحط تماما، بس مو بس على الاكس على الكنزات، على الاكسسوار كمان. لا طبعا كل اللي بيحبوا هيك هدول القصص على الحلقات، عم تشوفي الحلقات اشتغلتهم حلقات. ايه اشتغلناهم حلقة، المرة الجاية بجيب لكم بس حلقة. بتحسي بدهم جرأة لأنه يقدروا يلبسون لهدول القصص؟ لأنه بدهم طريقة لبس محددة أكثر من الجرأة، يعني بدهم تعرفي تلبسيهم. طيب احكي لنا كيف الوحدة الصبية بتقدر تنسق ثيابها مع الاكسسوار؟ شو هي الألوان؟ شو لازم يكون؟ يعني نصيحة يعني لكل سيدة عم تتابعنا. تمام، حاولي تختاري لون قريب من الشيء اللي أنت لابستيه، يعني مثلا أنا لابسة أسود حطيت الفضي والحجرة السوداء. أي. تمام، يعني لابسة أزرق باخذ الفيروزي، يعني بحاول أختار شيء قريب من الشيء اللي أنا لابسته. والواحد إذا بده يكبر الإكسسوار يعني يلتجئ للبس السادة أكيد، يعني أكيد أكيد، أكيد يعني مش ما يصير عجقة ما حلو. أكيد هلا إذا كنتي لابسة مثلا شيء مشكوك فأنا ما في داعي إني ألبس إكسسوار، خلص بكتفي أساور وخواتم وبس يعني. طيب للصبية الناعمة كمان يعني في لها إكسسوار معين؟ هلا مثلا هاي القصص الناعمة اللي هي القلب، الحجرة، يعني الكولية العريضة الحضرة. يمكن إذا رقبتها صغيرة سمر بتعطيها يمكن قصة صغر أكثر، ما هيك يمكن؟ لا اذا بدها تطول السنسال، اذا طول السنسال فيها تلبس يعني متاح. هلا هي اول شغله انا حطيت لها اضافه اللي هي الشبشيل، واضحه معنا؟ دقيقه بس. تمام، انا بدي ملي، فانا رح اعمل كوكتيل الوان، يعني حاعمل الوان رمادي واسود ليصيروا متناسقين مع بعض. لك هي الرمادي تماما، هاي رح نطبق الثانيه الرمادي، بس عندنا الحلقه كان هي حلقتها جاهزه، في حلقه جاهزه، هي حلقه جاهزه عشان للسرعه. قديش ممكن صبيه ببيتها تقدر لحالها تخترع، يخطر لها فكره وتخترعها وتعملها اكسسوار؟ هذا الشيء سهل ولا لا صعب؟ لا سهل، لانه بتعرفي انه هذا الطوق ما له جديد عندي وهو قديم. اي بس يعني انا بالموديل اللي كنت شاغلته كنت حاطط له ليرات، طب اي انا هلا هي السنه ما في موضه ليرات كثير تمام، اما انا غيرت موضته يعني غيرتي إعادة تدوير الأشياء والمواد بتعمليها سمية بقلب البيت، صارت موضة الخمسين سمية. الجديدة 50 الليرة. ايه هلا خمسينات كله بحط. خمسينات هلا هيك مبينة، حطينا أسود رمادي وتركت أنا النص اللي مثل الدائرة هذا، وحكمل رمادي أسود. وهي القطعة اللي عم تشتغليها إمتى ممكن الصبية تلبسها؟ هلا فيها تلبسها مثل انا ملابسه هلا هيك، بس اذا كانت سادة تمام كنزه سادة، ومنحط الطوق يعني بعمل طويل الطوق وبيمشي الحال تمام، فينا نلبسه هيك، فيني البسها لحالها تمام. سمار بتتذكري لحالها
تتذكروا يعني ايام القديمه وقت كانوا يحطوا ليرات على على إيه يمكن نفس المبدا، ولكن عم بيتطور كل ما تطورنا وبصيروا الليرات هو من الراس بعدين صار لهون، وهلا كمان كالاساور كثير حلوين عم بيطلعوا بالايد اساور الليرات. هذيك السنه يمكن كانوا دارجين فبتلاقي كل الصبايا قاعدوا يلبسوا الليرات اساور الليرات. هي السنه الماضيه كانوا دارجين، هلا هي السنه اكثر اتجهنا لك هلا الورد يعني، حتى لو والقفل هذا اللي نحن بنقول له مونيكا القفل السحب، هذا القفل كتير حلو. تمام، هلا هذا القفل كتير دارج هاي السنه. هذا قفل السحب اول تمام. اول قفل يمكن أول اذا بتاخذه الكاميرا هيك ايوه هيك. تماما هذا القفل كتير دارج اللي هو شد أي. يعني خلينا ناخذه بس الورده ايضا، هيدا الورده والورده كيف شو حلوين ثلاثه مع بعض كثير حلوين حتى عن جد في اسابيع تستلم ثلاثه مع بعض. كيف ملاقي الاقبال على الاكسسوارات والاسعار مناسبه كل هلا؟ انا دائما بشتغل قطعه ما بربح فيها كثير، عرفت كيف يعني؟ هي القطعه بتكون تبع انه مين ما اجى لعندي على اي بازار على اي شيء انه بتقدر تشتريها يعني. ومن جد ما بكون عم بربح فيها كثير يعني، بكون بربح فيها كثير شيء بسيط. كنت عم اشتغل هلا المره الماضيه الورد المجفف بس ما هيك اللي هي السنسال العادي، والكل اخذ من عندي الورد المجفف. يعني انا بحب يعني ما فيني انا من النوع يلي انه اذا اجت صبيه ما بحب انه ما تلاقي شيء وعجبتها قطعه يعني. بتحبي يعني لو انت ما ربحتي بتحبي انه الصبيه تاخذ القطعه اللي عجبتها. طيب هلا خلينا نحكي على قصه التدريب سمية، كيف ملاقيه كمان اقبال الصبايا على التدريب، وباي عمر بتبلشي بتدربي الصبيه على صناعه الاكسسوار؟ هلا عندي بلشوا من عمر كان بس طالبه واحدة اجت لعندي من عمر 7 سنين بس، يعني كانت كثير موهوبه البنت. بعد هيك هلا الباقيين لا بتبلشي مثلا اغلبهم بيكونوا من ال 11 سنه 12 سنه واكبر يعني، وحتى في ستات كبار بيجوا بيتدربوا هلا. بس انا كدورات الاكسسوار بالصيف اكثر من الشتاء لانه بيكونوا في عطله وهالقصص هاي. بالشتاء عندي دورات تصميم الازياء الاكثر. دورات تصميم ازياء كمان شيء جديد سمية، فيكي تحكي لنا عنه لبين ما تخلصي هلا دورات تصميم الازياء؟ نحن انه بتتعلمي فيها بتبلشي من الصفر، ما في داعي انك انت تكوني بتعرفي ترسمي او شيء يعني. انا بعلمك ترسمي خط اول شيء كبدايه يعني، ومنها يعني بتبلشي وحتى بتطلع لك افكار يعني، بنبلش نطلع للبنت افكار انه هي كيف بدها تطلع موديل، كيف بدها ترسم موديل، كيف تبتكر موديل، يعني هي القصص كلياتها. واللي بيسجل اكسسوار اجباري بتروح بتسجل معي تصميم ازياء، وبالعكس صحيح يعني اللي بتسجل تصميم بس برافو بتتعلم الاثنين مع بعض. عم شوفك وانت عم تشتغلي، هي طريقه شغلك هي طريقه ما انا سهله، هي طريقه دقيقه جدا وهيك حساسه يعني بالبنسل الصغيره اي حركه غلط ممكن تاذي الايد، فلازم يكون في تدريب كامل طبعا لطريقه المسك هي تماما. هلا يلي بيشوف الشغل بدك تقولي لي بدك تساعديني تتعلم حبيت تتعلمي صناعه الاكسسوار سالي؟ يعني عندك هوايه بهذا الشيء؟ ابدا انا لا ابدا، انا بحب انه يكون جاهز، اما انا اجي اشتغله هي بدها خلق يمكن دبال طويل بدبال طويل انا ما لا ابدا ابدا بس يعني ما تشوفي الشغل الحلو بتقولي انه يعني هو اكيد فيه فن وابداع يعني، مو اي حدا بيقدر يطلع بايده هذا الشيء. بس بتتشجعي بتلاقي حالك. هلا انا وقت اللي درست تصميم ازياء بالمعهد ما علموني اكسسوار يعني، انا كيف تعلمت الاكسسوار؟ وما كان في عنا معاهد تعلم اكسسوارات وهالقصص هي يعني، هلا اللي هالتوسع هذا هلا صار. انا كيف تعلمت الاكسسوار؟ يعني كرغبه مني انا يعني، انا بدي اتعلم. علمونا شغلات كثير بسيطه يعني، انا مسكت البنسة انا لحالي تعلمتها، كيف طبق الطوق انا لحالي تعلمته يعني، ما كان في حتى ما كان في يعني كثير نت انك تعدي تفتحي وتتعلمي وتشوفي. وقت اللي اجى النت ساعدني كثير يعني، انا كثير 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 تعلمت شغلات عن طريق اليوتيوب. بس هي مثل ما قلنا هوايه، الواحد حسب شو هو بيحب وشو بيحب تمام. يتعلم اكيد صارت جاهزة القطعة يلي اشتغلتيها رائعة وجميلة. حتى ليك الفن بالله. هلا يمكن وقت كانت سعدة هي حلوة، ولكن هدول الإضافات البسيطة يمكن عطت الأكسسوار تميز. أيوة أنا بحب أعكس يعني، ليك الطرفين مو مثل بعض. هلا الأسود والرمادي عكست يعني، هون الأسود أول هون الرمادي أسود أول يعني. أنا بحب إني ما حطيتي اسود رمادي تماماً. اسود رمادي يعني بعد الالوان عن بعض الاطراف عكس بعض
تمام يعني رائع جدا. بانت شكرا كثير لك. خلينا هون نحطها ضمن هلا هالطاوله الجميله اكيد سمر مع سميه ومع هالشغل الظريف واللطيف والحلو. بتكون حلقتنا وصلت لختامها.